في صورتين بس عايز اعرضهم مع حضرتك. اعرضوا لنا الصور يا شباب. النهارده القصه بتاعت الكور وهي محطوطه في علب خشب كده، ايه الفكره دي؟ والله انا بقول ديت حاجه مميزه جدا يا كريم، وشكل كان كويس جدا النهارده. الصوره من موقع كوره بلس. اتفضل. اتمنى ان كل الملاعب تبقى كده يا كريم، ديت هتحمي انك انت ولا بقى ما تقولش بره ارضك، ولا لعيبه شالت الكور، ولا الولاد الصغيرين بيعطلوا كوره، ولا الكلام دوت اللي تبقى مشدود. الكوره بتبقى محطوطه، اللعيب بيخرج بره بيشيل الكوره الثانيه ويلعب على طول لو هي راحت يعني مسافه بعيده شويه. فانا بقول دي فكره ظريفه، بس اتمنى من اتحاد الكوره يعمم الكلام دوت. بس فكره جديده، فكره جديده. دي مش موجوده حتى في الملاعب العالميه يعني. والله انا شفتها بره يا كريم. والله يعني طب يعني ممكن ما خدش بالي منها، بس انا شفتها بره في دوريات. دي فكره الجهاز الفني ولا فكره من والله ما اعرفش. لا اصل دي مش المباراه مش بتاعتنا. بس ما اعرفش يعني هي اتعملت ازاي النهارده، بس عجبتك جدا. ليه بقى كريم؟ ما بتخلكش بقى ولا في عصبيه بقى، الكوره اتاخرت، لا الولد الصغير رمى الكوره بالراحه، لا الولد الصغير. طبعا في بعض الفرق بتبقى الولاد الصغيرين دول مدرسه الكوره بتاعتهم، لما بيبقوا مثلا متقدمين في مباراه فبيرمي الكوره بالراحه، يعطل الكوره، مش عارف ايه، الكوره بتستخبى سنه، ودوت المفروض يتلاشى من الدوري بتاعنا. طبعا الدوري بتاعنا كريم دوري كبير، ودوري له قيمه وتسويقيه وقيمه كبيره جدا في المنطقه العربيه، فما ينفعش نعمل الحاجات الصغيره اللي ملهاش وجود في بعض الدوريات الثانيه. لا ما ينفعش نعلم، اشبال، دول بيبقوا اشبال يعني، ما ينفعش نعلم اشبال. معلش هم عارف انت هم بيبقى ايه يعني، عارف انت بتقول لهم ايه؟ لا لما تبقى فرقتنا فايزه ارمي الكوره بالراحه، لما تبقى فرقتنا خسرانه ومتاخره هات الكوره وارميها لهم بسرعه. يعني هي الفكره واحده. انا بقول نحمي نفسنا يا كريم من الفكره، لانها فكره ضعيفه مع دوري له قيمه تسويقيه كبيره. دي فكره ضعيفه مش هتعمل حاجه، لكن نحمي نفسنا ان احنا نسيب الكوره ديت. فعلا الكوره بتخرج بره، اللعيب اللي في الملعب بيجري يجيب الكوره من على الكنز او القمع اللي موجود ويبدا يشتغل بيها. كابتن حمد ابراهيم المدرب العام للاسماعيلي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. ماشي نعتبرها فكره. هاتوا الصوره ثاني كده يا شباب، معلش هاتوا الصوره ثاني، عشان ما انا كابتن حمد قال ان هو شافها. انا بصراحه ما اكذبش عليكم، انا ما شفتهاش في حته قبل كده. هي طبعا فكره مبتكره يعني، بس احنا بنعملها ليه؟ عشان الحاجات الطبيعيه ما بقاش نعملها صح يعني. في اطفال ولا في اشبال واقفين بيرموا الكور بشكل طبيعي، بنشوف كل ده في كل حته في العالم. فاهمين اننا احنا مش واثقين في الاطفال اللي بيرموا الكور، ولا الناس اللي بيقولوا لهم ارموها ولا ما ترموهاش، ارموها بسرعه ولا لا. فالنهارده في الاتحاد قرروا ان هم يحطوا صناديق خشب كده ويحطوا جواها الكوره. انا مش عارف ده منظر حلو ولا منظر وحش بصراحه يعني. حاجه ده احنا اختراعات، بس ماشي، ادام هتهدي الدنيا يبقى ماشي نمشي الحال.